عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا البنات، كديرين؟ بخير، هانين، أمركم يا ديك الوليدات، الوالدين. مهم رزالات ندو الفيديو ديالنا بالصلاة والسلام على نبينا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مهم رزالات فيديو نهيرت اليوم، ونهيرت اليوم بلا الوالدة صراحة، ما سخيتش بيها ولفتها، وما نقولش لكم البنات المهمات معهم وناسة نضلو اش نقول لكم البنات، نتحتو نتناقرو الصراحه الميمات الله يحفظهم لينا ويخليهم لينا يا ربي، والله يسمح لينا من الوالدين. نهيرت نقول لكم الدار خوات كانوا منسيني، بعدا كيمشيو عند اختي وكيجيو. ايوا والله البنات دعيو معايا ربي يسر ليا في الباسبورات، نهود نمشي ان شاء الله نبرك معاهم شويه وندورو شويه الله يا ربي. مهم البنات اختكم باقا ما متيقاش بهاد الباسبورات الخضرين اللي ما نقولش لكم، غبروا غبره وحده. اش نقول لكم، باقا ما متيقاش، باقا كنقلب، باقا كنشقلب كيف ما كتشوفوا البلاصه اللي كنتفكرها وكنقول يكونوا تما كاين، كنوض نقلبها. وهادو البنات ديجا قلبتهم، ولكن قلت نحيدهم ونتاكد منهم مزيان، نحيد ليهم هذوك الفراشات، نهزهم ونقلب، وفي نفس الوقت نشطب نحيد شويه الغبره. اش نقول لكم البنات، راني معمره الصاك ومجده صافي، وقفت ما بقيتش عندي ديك الكانه، كنت نخرج واللي خاصه نمشي نجيبها وهادي، ونخرج ندور نقول لها تكون شي حاجه ناخذها، ما بقاتش عندي البنات الكانه راكم عارفين. صافي مني مشاو ليا الباسبورات صافي اختكم الله يصوبوا. صافي دعوا معايا البنات، دعوا معايا الله يعطيكم صحيحتكم، خرجوا لي الباسبورات الحمرين. اما زكريا راه غيرجع ان شاء الله، قالوا لي خاصك ترجع عندنا مني تقلب متقرب تمشي، غيعطيو هذيك سي باس يا البنات، سميتها سي باس ولا ما ما عقلتش بالضبط. هذيك كيدوزوا بها، الحمد لله انه لقى بعد عندنا تصاور البنات ديال الباسبورات، هادشي اللي كاين الغزالات. المهم اليوم ان شاء الله الغزالات، قولوا لي بعدا شريتو شي عيد وجدتو شي عيد بالنسبه للبنات اللي هنايا في اللول. المهم في الطاليان واللي ماشي في الطاليان، كي بعض المرات كنلقاو صعوبه اننا نوجدوا نصيبوا الحول العيد، وان شاء الله البنات اليوم غنشارك معاكم ونوريكم الحول ديال العيد. كانت دانا زكريا البارح ملي كانت لميمه، غنخليو البنات حتى لاخر فيديو غنتقاسموا معاكم. المهم خليكم مع الفيديو ما تمشيو فيه، وما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم على الزيلات. احمل في قلبي حلما ما اجمل حلمي، والله سألاقي ربي يوما وأغني فرحا بلقاء، والقلب يخفق حبا لمن أبدعه وأحياه، ويقول أين حبيبي في السر ليلا ناجى، والقلب يخفق حبا لمن أبدعه وأحيا، روح تميل إليه وتقول أنسي بالله، من سواني وأوجدني رباه أحب ربا، والروح تميل إليه. بغيت نشارك معكم الغديوة ديالنا هي في يوم، باغا ندير ليهم البنات باستا فريسكا، قلت نتقاسمها معاكم. غندير هادي البنات، هادي غنديرها ان شاء الله البنات، كتجي واعرة، كيحماقوا عليها الوليدات بها الطريقة اللي كتجي واعرة بها واعرة. عندي هنا البنات خاصة اللي عندها الوليدات ما كياكلوش ليها اللحم، هالطريقة هادي كوني اكيد الوليدات بغا ياكلوا ليها. المهم هنا غنشارك معاكم، عندي هنايا الموسكولي الحيمات اللي المهم الزربه كيطيبو ما كياخذوش شي وقت كثير، قطعتهم بهذه الطريقه هذه البنات كيف ما كتشوفوا. وعندي هنايا البنات الكرافس اللي مقطع قطع صغيره، عندي هنايا هذا خيزو اللي تا هو مقطع قطع صغيره، وعندي هنا واحد الراس ديال الثومه اللي غنديرو صيل، وعندي واحد البصيل واحد غير شويه من البصيله قطعته قطع صغيره هو باش يتشححوا الحيمات. وعندي هنايا البنات الباسيليكو او الحبق غنخليه حتى الاخر، تنبغي نطفي على هاد لاصوص هذا عاد نديرها. هنا عندي البنات ثلاث ملاعق ديال زيت الزيتون،
حتى ريحتها مليحه. صافي غندير هاد الحيمات البنات يتشحروا. عندي هنايا لاصوص مطيشه، عندي مطيشه ديال الحق كيف ما كتشوفوا بيت 60 مقطعين قطع صغيره، وعاد غندير شويه من لاصوص ديال هذا ديال القرعه. هما البنات الحيمات هما كيتشحروا كيلقاو هذاك لاصوص ديالهم هانتوما. صافي وغنضيف دابا لاصوص ديال المطيشه. صافي وغنخليه يطيب البنات تقريبا، هاد لاصوص غنقص عليه يطيب حتى لثلاثة السوايع ببوطة مهيلة. لاصوص كل ما طاب البنات ديال المطيشة بحكم مع الحيمات حتى يطيبو هاد الحيمات يعودو مخ. هذا غنطفي عليها البنات الصراحة كيجي واعر عرفتو. كل ما خليتي يطاب مزيان لاصوص ديال المطيشة كل ما كيجيكم ألد وألد البنات، كيجي بنين صراحة. البنات اللي في المغرب حكو ديروا غير لاصوص المطيشة، حكو غير المطيشة البنات راه كتجي واعر. نتوما البنات زدت عليه لاصوص المطيشة ديال القرعة وزدت عليها البنات ميها تقريبا واحد ثلاثة الكيسان. صافي وغنخليه يطيب على خاطرو. بغيتو ديروا فيه الحارة غير على حساب بناتي أنايا، ما يمكنش ندير فيه الحارة. البنات من بعد ما طاب لاصوص الحيمات طابو كيف قلت لكم دابا شي جوج سوايع ولا ثلاثه سوايع هو كيطيب على خاطرو البنات. الحيمات راه هانتوما شوف كيعودوا هانتوما شتو البنات. صافي دابا نخلي هذاك الباسيليك ودرتو حتى لاخر باش يخلي ديك الريحه ديالو، وغندوز ندير الباستي تسلق. درت الماء يطيب درتو في هاد البرمه باش شتو البنات شحال درت ديال الماء باش تسلق ليا على خاطرها هاد الباستا هادي باش ما تعجنش ليا البنات. فين نتوما البنات غنخليها 6 دقائق بدا كيغلي الماء، ضفتها 6 دقائق وتكون واجده. نتوما البنات من بعد ما هانتوما خلصتها وانا عندي كرانا اللي شديتها حكيتها. صافي وغنضيف لهم البنات من الفوق صافي هانتوما. صافي شنا صافي معكم بعد ما تغدينا غندوز نقاسم معكم واحد الحاجه زوينه غنجي نشاركها معكم اختي. الراجل عرق عليا ذهب واخا اليوم الا بلا ما نقولش لكم البنات ما كنهضرش معاه نخاف اختي ما كيها حيت ما عمرت وضرت لي شي حاجه، ولكن انا اللي وضرتهم انا الباسبورات كاملين انا اللي طيحتهم. هاد الكلاصور كنت شاده انايا البنات قالوا لي رجعي قلبي شوف الفيديوهات رجعت وقلبت والو البنات حسهم ما كاين، حسوا بكتب مرياهم ولا نقولها حسهم ما كاين حسهم ما كاين. راكم شفتوا البنات كلشي تقلب كلشي 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 كلشي. انا اصلا من النوع اللي ما كان ماشي كان بقشاش يعني انا كاع النهار وانا بقشش. المهم قبل ما ندوز نوريكم حولي العيد قولوا لي بعدا شريتوش العيد؟ الاخوات اللي في المغرب الله يسرهم الحال عندهم الحولي غالي هذا العام صعيبة صراحة. مازال هنا البنات هنا في الجنوب هنايا الحولي شوية رخيص. ماما غنشارك معكم الحولي تشوفوا اللي شرا زكريا. مشينا انا والوالدة ملي كنسبق الوالدة مشينا غنخلي لكم هذا المقطع في الاخر ديال الفيديو تشوفوا. مشينا للعروبية وراه لينا في الزوين هذا خلي خدم عنده زكريا يعني الحولي ديالو يعني كياكل هو ما كيبيعوش غير كيعرفوا زكريا باع ليه هذا الحولي اللي باقي صغير زوين صراحة عجبني. المهم غنخليه لكم وغندوز نتقاسم معكم اختي. اش نقول لكم البنات غنشارك معكم هادو موديلات جداد اللي جابهم اختي ذوق ذوق الراجل راه ذوق اختي زوين بعدا كيقول لي صاحبي ذوقي ذوقي راه واعر، ولكن قلت لي قوالبي راك سولتي اين الموديلات الجداد. المهم هنا غنشارك معكم شي الهيب جابوا ليا هو بحال هادشي اللي داير انايا البنات. هادو البنات جافيل ريحه ما كيخسروش
هادو الشوربنات يعني ما كيبقاو لون هو اللون ديالهم كيبانوا بحال الذهب. انا راه دماجي ما بقيتش كنديرهم، عاد كندير غير هادشي كيجيني خفيف ظريف نخرج به ما كيخسرش. الشورب ما كنحيد هادو ما كنحيدهمش من ايدي، راك شفتو الاخرين كديرها الاخرين شويه مليت منهم درت هادو ما كيخسرش نهائيا اللون ديالهم. جاب ليا هذا، هانتوما شوفوا هذا الشكل ديالو كيفاش داير، واعر عجبني. شوفوا هذا الشكل ديالو كيفاش كيجي، هانتوما البنات شوفوا شوفوا هذا الشكل ديالو كدير. هانتوما البنات فن هذا مقدر ليكم. هما هادو المشكيلات اللي خارجين دابا، هذا كيحمق، هذا عجبني حتى هو. شوفوا هذا كيف تشتير توفن، شفتوا البنات هاد الموديلات هما اللي خارجين دابا. كاين الاخوات اللي كيبيعوا هاد الشيء البنات، وكاين هذا حتى هو. هذا جابوا ليا بامتي مليتم، شوفوا هذا كيفاش داير و هاد الشكل هذا، ولكن هاد اللون ماشي بهذا، شويه صفر، هذا ماشي اللون ديال الذهب، هذا بحال اللون ديال لونه بحال الذهب، بحال تقولي داير الذهب. وهذا البنات لونه شويه ماشي الاحمر. هذا خليني معايا شوفوا هذا شحال كيحمق حتى هو، شوفوا هذا شحال كيحمق، شوفوا البنات شحال واعر هذا، واعر هذا فن. وهذا اللي وريتكم احمر، هذا بالسنيسله ديالو، بهذه السنيسله ديالو البنات. هذا ديري هذا وهذا، شفتوا البنات فنين موديلات واعرين. وهاد السنيسله هاد الطوينكات هادو وهادو، المهم البنات راه واخا تشوفوا هذا راه ماشي هو ثمنهم، هاتشوفو تمن هاد ماشي تمنهم. شفتو البنات على شكل سنيسلة، هادو طوينكات تا هما فنين، هاد حمق. فاش كيعجبني هادشي البنات انه كفيت لكم ما كيخسرش اللون ديالو. هادو هادو وهادو البنات، هادو كاين اذا كليا كيداروا بجوج شوشكي ديالهم واعرين كيحمقوا الصراحه. وهادو ديال جنات وصابرين، هانتوما جات بحال بحال، صابرين ما جاهاش ولكن جنات جا. شوفوا جنات كيف جهز ليا، صابرين ما جاهاش هذاك. عطيني واحد لون ديالك. شوف بنات هذاك جا هو تاعي، هذاك كيف جاك دار ديالي. شوف المهم الغزالات يا البنات، المهم هذا المقطع راني مصوره البارح شاركته معكم، كنا غاديين البنات حنا والمي، ما كانت المي باقه. غنديكم البنات شوفوا حولي ديال العيد هذا كيف قلت لكم البنات. هذا السيد هذا هو كيربي الماعز، عنده الدجاج عنده، ولكن داكشي ديالو كياكلوه هما العائله ديالو، ما كيبيعش غير حيت زكريا كيعرفوا هادشي. علاش البنات؟ حيت كيخدم قريب ليه، او الوالده شوفوا الوالده طلع الدجاج. هانتوما البنات غنشارك معكم هو هذا، انا غندور لكم عليه هو هذا الحولي. تبارك الله زوين، واخا ما عندوش القرينات ولكن تبارك الله زوين عجبني. هنا عندهم فرطاسين ما عندهمش القرون. هادشي اللي كاين البنات. المهم تقاسمت معكم كيف ما شفتوا الحولي ديال العيد بدون قرينات. وهنا غنحبس معكم الغزالات الفيديو، نقول لكم تهلاو في ريوسكم، وما تنساوش دائما انني احبكم في الله. والشكر لجميع الاخوات كاع اللي كاع اللي تالموا معايا وما بغاوش الباسبورات يطيحوا ليا،
والله بزاف البنات اللي تاسفوا لي لاه لي خطيكم وشكرا شكرا لكم بزاف بزاف. ومهم ما خليتوا لي ما نقول بالحب ديالكم انا زايده لقدام هادشي اللي كاين الاوزيلات قبل ليكم ما شاء الله وفي ريوسكم.